البطولة الثانية اخذنا 2007 محلي الماني سيد علاء كريم وحسين سجلهم ضيوف بكورة المحلي لا 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 بس اجانا الماني وين موسم كاس العالم بالموضوع وين المونديال سعدكم اليوم اسف شيله على التنظيم بقطر مونديال على هاي المباريات اليوم بالتحديد عربي يبتسم للعرب تونس تعادل مع الدنمارك شفت المباراه باداء رجولي قوي وكذلك حتى اهداف ملغاه للتسلل تلاحظ الضغط العربي اللي حققه السعوديه مع الارجنتين بدا يعكس ثماره راسا على منتخب مثل تونس ومنتخب تونس مو من المنتخبات الضعيفه لو الهينه يعني بافريقيا على الرغم انه السيطره كانت ربما مصريه على القاره الافريقيه مؤخرا لكن المغرب وتونس منتخبات لا يشق لها غبار. لو سالتك علي فنيا منو الاقوى كمستوى تشوفه عرب اسيا لو عرب افريقيا؟ اكيد افريقيا افريقيا اكيد افريقيا خصوصا بوجود المغرب والجزائر اللي ما صعدت الكاس العالم عندهم لاعبين مصر ايضا ومصر ايضا كذلك يعني بالنتيجه يعني فقدنا رياض محرز وفقدنا محمد ممكن صلاح يعني احنا مليون. اليوم اذا نريد نكون منصفين انه السعوديه نطلعها من الجانب الاسيوي فقط اما بقيه المنتخبات قاطبه يعني حتى المنتخب عدا السعوديه عدا السعودية فقط حتى المنتخب الإيراني أنا اليوم يعني أباوع أنه على هذا المستوى السعودي إذا تلعبوا إيران لا الفارق كبير جدا الفرق بالشخصية نعم يعني هسه احنا عندنا كوريا واليابان وعلى المشاكل أيضا اللي كوريا واليابان عندهم. العمل المؤسسي نعم. أكو مؤسسات تشتغل ووصلوا لهذه المرحلة احنا اليوم كوريا يمر بأسوأ حالات أعتقد طبعا يعني قياسا بالسنوات السابقة لا تقارن بالفريق اللي يقود السعودية حتى مو بمستوى الأفريقي أربعة طبعا الأفريقي بحكم قربه من القارة الأوروبية خشوة مرات نطلع يعني محتكاك بالقارة الأوروبية كل أغلب قربة بيناتهم بس البحر الأبيض نعم وهذا الحاجز أنه هذه شو نسميها النزعة الأوروبية الاستعلائية تأثر عليه من يجي يلعب ويا أوروبي وين قل هاي تعال يلا أنت أوروبي وأنا أفريقي خليني نلعب سنغال شفت شلون وقفت حاول يثبت نفسه نعم قبلها بكم يوم كانت هذه النقطة تنعكس على نقطة كريم قبل قليل أنا ما عندي إحصائية رسمية ويا ريت